في تونس وفي الوطن العربي، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حزب جذوره وتقاليده عريقة في النضال، ويشرفنا بحضوره معنا. ومع حزب الطليعة مواقف المسار قاطعة في عديد المسائل والمجالات. نطلب منكم تحية حارة للرفيق أحمد السفير الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة العربي. اليوم كنت نتذكر رفاقة اللي ما نتبعوش معاهم نفس الحزب ولا نتبعوش نفس الخلفية الفكرية والإيديولوجية. شفت البعض منهم اليوم ذكروني وتذكرت من قضى محبحنا. اليوم نتذكر منيح، أعتقد أول اجتماع انتخابي عمل الحزب الشيوعي التونسي كان ما خلتنيش الذاكرة في نهاية جورج ولاس من طرد صوته، وكان يترأسه الرفيق المرحوم محمد حرب. برشا ناس ما يعرفوش، سواء في الجيل الجديد ولا في الجيل القديم، أن كنا نقابلوا كل يوم. أذكر الأسماء، فيه من أصبح في حكم الرحمن وفيه من موجود اليوم. كنا نتقابل شكري بريمي، رضا بالخارج، طيب العديد، شكري مبحوث، الموج الزيت، ربما آخرين نسيت. نحكي ونتواكل ونتناقش. نهار كنت باش يعمل حزب الشيوعي التونسي أول اجتماع في الخارج بتاعو، جانا رفيق الموج الزيت الله يرحمه، وقال لنا الأولاد باش تجي تاكل معاه. وقت اللي دي كيستيون عنا عند السيرفار. سفرة وقتها بردي بيها. نبينا بعضنا ومشينا ونكتشف في أول مرة ماذا يعني اجتماع انتخابي. كنا في سن نوجه فيه المراهقة ونتخطى درجات الوعي والانتماء السياسي. كنا في مدرستي ولكننا كنا يدا واحدة. وقفنا كل مرات هذا الناس كيف عليه وفعل الشعار الشهير اللي تفكروه في المسار. حزبنا حزب العمال والديمقراطية، كل اللي كانوا حاضرين حسب الشعار تاعهم. علاش نحب نتذكر في الوقت هذا؟ نحب نذكركم مهما اختلفنا، المسار اللي مع المسار، اللي في الطليعة واللي مع الطليعة في الجبهة. اليوم وعشر سنين قدام، هذه قناتنا. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ربع الاختلاف. جميل الثورة عليكم يا خواني، جميل الثورة عليكم يا خواني. وقت اللي كان الناس على اتحاد السر لقاو كل واحد بعضه الضحك. وقت اللي يجيب بالحزب الشيوعي التونسي اللي فوق مصر خليفة الكل يجيب الحظ. وقت اللي يتمس واحد فينا الكل نتألموا. وساعات نعملوا حكايات ما نقولوش فيها الامثله في احزابنا باش ما يتنشروش. اما هذه كانوا شبيبه توا سلمنا وشبنا غنشوف فيهم الكل. نعتقد انه عندنا ارث شريف من الانسانيه ومن الصداقه ومن النضج الذي يجب ان نثمره في حراك وفي تمشي. نطلب حاجه بس من الجميع على خاطر سامحوني هنا باش نكون واضح وصريح. لماذا يلقى اللوم دائما على نفاقنا في الجبهات الشعبيه؟ في انهم لا يريدون، لا. على قاعده برنامج واضح فيه الكثير مما توقع وفيه الكثير مما يجب ان يتوقع. على قاعده رؤيه مشتركه في الشفافيه. على قاعده برنامج لمرحله مستقبليه. على قاعده كيف يمكن أن نوسع المشترك ونذوق المختلف. فقط شنو نصعد
من حقق النشاط القانوني في عهد الاستبداد.